في وسط مناخ وأمطار غزيرة جدا، قال عنها أدريانو جالياني الرئيس المنظم الآن لفريق ميلانو. تعرفوا بيرلسكوني هو مالك النادي، وجالياني هو من يدير الأمور الإدارية والفنية وممكن حتى المالية لفريق الروسونيرو. جالياني قال لا، لا أخشى هذه الأرض المبللة، لا أخشى هذه الأمطار، وبالعكس لن تكون في استفادة الإنجليز، على خلفية وتلميح من جالياني لقوة الإنجليز والأسلوب البريطاني في مثل هذا الطقس. قال بلغته الإيطالية تيرا بانياتا يعني ميلان فورتوناتا، بلغة الضاد اللغة العربية أقول ما قاله جالياني، الأرض لما تكون مبللة الميلان يكون محظوظ. هل تكون محظوظ يا حبيب الملايين؟ هل تكون منصور يا حبيب الملايين؟ كاكا، كاكا يدخل 18، خطيرة، فرصة، وضاع الهدف الأول، ضاع الجول الأول لمانشستر. يا الله، أقل من دقيقة، مش ممكن هذه الجرينتا، مش ممكن هذا الإحساس. يبدأ الدون البرتغالي، تمشي كرة ضايعة من رونالدو، طريق الداني لاجير، وسيدورف جول، لا مش ممكن. هذه الكرة المثيرة، هذه الكرة الرائعة التي وجدت الأروع في الكالتشيو، وبالرأس خطيرة. المان يعاني في أول دقائق الحوار، أودو ينجح في التوزيع، يتفادى المدافعين، سيدورف يحاول يمر كلارنس، والدفاع يتدخل. بولز جولز، مانشستر يلعب على المباغتة بكرة أولى خطيرة، والكرة لأودو للطليان، يلعب أودو خطيرة مرة ثانية من كاكا. الميلان يقرب، الميلان يلعب، الميلان يمتع. رونالدو يلعب كرة ممتازة خطيرة، والدفاع برافو لساندرو زيلي، التوزيعة من يان كولوفسكي بعيد على سكوبر بيبر. سير أليكس فيرجسون قال مانشستر فريقي جيد جدا، نعرف نلعب المرتدات، اللاعبين متاعي سريعين جدا، سنسجل في سانسيرو. طرف الهجوم يلعب مع البرازيلي الساحر، ساحر الجماهير، فريق المانشستراوي وجد ضالته في الدفاع، وجد الكنترول من الهولندي سيدور، خطيرة جدا كاكا، والهدف الأول، والهدف الأول، نعم ساحر الجماهير، نعم حبيب الملايين، سجل الواحد صفر ريكاردو كاكا. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، البرازيلي يتقدم بميلانو، الآن ميلانو نحو أثينا، لكن العبرة بالخواتيم. هدف جميل جدا، اتلعبت صح، اتضربت صح، ثم سددت صح في مقتل من كاكا في مرمى الانجليز من الطليان. تمشي كورة خطيرة، لا تمشي كورة مرة ثانية، يانكولوفسكي، يانكولوفسكي وزع كورة سهلة عند الحارس أندريا، شوف تحركات انزاجي، انتباه حذر يا فيديتش، برافو. يمشي وين روني، تمشي عرضية على جناح مانشستر، ممكن لا ترجع من نجم الذهاب عريس أولد ترافورد، ممتازة، لا صلح لدارين فليتشر، كورة تدور مليح، مانشستر يدخل في اللعبة، لا ممتاز الميلان، ماسيمو أوتو قلت الدقة. إذا تتقلب المباراة، تتغير الآية تماما كما لفناه لأندريا بيرلو، بيرلو يسدد كرة حذاري، اللي عنده مثلث برمودا رونالدو كيكس ويروني، في كل لحظة تتغير الورقة يا كريستيانو. الأمطار ممكن تكون، الأمطار ممكن تقرب في لحظة بالرأس، والسبب ميلان، والسبب إنزاجي، هي من أسباب الفاينل، لا يخرج ويقطع المسببات العملاق إدوين فاندرسار، الخبرة يا جيكس، اضرب يا جيكس، والكرة للتعادل، ديديكول لن أولدك من الجحر مرتين، لن أضرب في نفس الركن في مناسبتين، يلا يا ولد الذهب، قرب لمشوار الذهب بالرأس، كرة ضاعت من وسط بولز جولز، بولز جولز، مانشستر ممكن يرجع من دارين فليتشر، كرة تمر للركنية، كما لمانشستر ليركب القمة بالرأس، هي جابريل هاينز، لا، الكرة مغادرة، الكرة ضايعة، سيمو جاري كرة، أين الدفاع المانشستراوي؟ خطير، انتبهوا حذاري، كرة البيرلو، بيرلو يبدل كرة إنزاجي، حذاري أن تهرب يا براون، لكن في الواحد سفر مانشستر يسجل في أي لحظة. ترجع الكرة ريكاردو كاكا، ينطلق كاكا خطيرة بالرأس، برافو الدفاع، زيني إنزاجي، إنزاجي كاكا في خطأ، لا دي بليكر يقول العب، البلجيكي يقول العب، ما فيش فاول على الهداف، على ساحر الجماهير حبيب الملايين اللاعب البرازيلي الفريق المانشستراوي. ميلان يلعب بجرينتا كبيرة ويربح ركنية، هي سيدورف، مش ممكن فرصة أخرى، سيدورف الثاني، والله الثاني، جابها الهولندي ولعها ميلانو، اكتبها الطلياني، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مع الميلان ممكن، 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 2-0، ارتاح يا ديدا، جالياني قراها صح، جالياني هو العريس، هو العريس جالياني، لأنه عارف ميلانو من 20 سنة، لأنه محب للميلان من 50 سنة، قال تيرا بانياتا ميلان فورتوناتا، لكن هو ليس الحظ،
هو الروعة. شوط أول أقول أين تاه مانشستر، أين ضاع مانشستر، أين ركنت يا براون؟ تركن الكرة عند جابريل هاينز، فريق لعب سكولز، هدف مطلوب الآن يا روني. لا الكرة سيئة، أين أنت يا رونالدو؟ رونالدو في المانشستراوية، كرة ممكن الهدف، الدفاع للركنية في مباريات الشامبيونز ليج. الحكم يقول تعاود، يبقى له هدف واحد، بالراس تخرج فاول، تخرج بخطأ وتعود بمخالفة للفريق المحلي. الصورة يا ريت تجي على فيرجسون، كيف هي الحال الآن؟ نعم الأحوال لا تسر مانشستر. حافظ ميلان خير وبركة، وديدا يخرج الحفاظ على هذه الجولة. أندريا بيرلو، ميلان دي مقبل على الكورة، والكورة في لمسة يد، لمسة يد مخالفة في مكان جميلة يستحضروه. يمشي بيرلو لكن لا يعيد الذكرى على ميلان ودفاعاته. يمشي أنكولوفسكي، خطيرة سيدورف، والكرة تمشي لأوتو اللي عمل دور كبير، والثالث قريب. ممكن العودة والإبداع، خطأ فادع. ماذا تفعل يا براون؟ مش ناقصة يا براون، مش ناقصة يا براون، الله يهديك. تكتيك كبير وانضباط والتزام. رونالدو يسدد عالية، هي الدقيقة الحاسمة. الجولدن بوي سدد جميلة، يمشي رونالدو وجنارو، يا جنارو، الكتف في الكتف، الكتف في الكتف، وكولة بالاختراق، ما فيش ضغط على حامل الكورة، ميلانو يتحرك بسهولة. إيري هاينز، يمشي جابرييل، الكورة مرة ثانية مرتشحة في الفيرست هاف. بينما الطليان طبعا نغمة الفائز، النغمة متغيرة. أحبكم تدخلوا مثلا الموقع على جازيتا دو سبورت، حتى يعطيوا الميلان الإضافة. 37 متر الكرة بعيدة من أندريا بيرلو، ويلعب على المرتدات، تمشي من دارن فليتشر أوت. يا أنشيلوتي أسحبتي تلها بالتونسي، أنشيلوتي ماذا قلت للاعبين؟ كيف حفظت اللاعبين؟ كيف نقول شحنت النجوم واللاعبين؟ طريق كلارنس سيدورف، سيدورف يوزع الكرة من فيديتش فيهم اليوم في ساسيرو، بينما خطيرة. هي الربع ساعة الأولى يا مان. جونوتشي على القائم الثاني، لا خوف على ديدا. اليوم لا تخفل العيون الإيطالية عن نهائي حلم. كاكا يهرب، خطيرة، يارك الكرة، الثالث ينزاق لها، ضيعها بيبو بعد ما ضاعت وتاهت من كاكا. غادية، فكان السيناريو مغاير ما دام رونالدو موجود. راق رب البرازيلي، العبها الهولندي سيدورف وترجع في الوسط أندريا بيرلو. سكولز يلعب كرة ممتازة في خطأ، في خطأ بيد الأسمر، وجهه أسمر، الكرة خطيرة. يتقدم رونالدو يضرب الكرة للركنية، اللكة في هذا الجراب، تمشي الديدا، ممتاز البرد، عنوان كبير يعني صعبة، والكرة تصعب. وذاك راي ثاني الآن يا كيكس، الراي هو وراني. لا، أول كرة ملعوبة، أول كرة مصنوعة، ينطلق رونالدو خطأ، أقرب يمينا، أحلى وأخطر يا رونالدو. وكاكا يقول له ستمر سليمة يا ابن العم. عارين رونالدو يتقدم، مش ممكن مرة ثانية. يلعب الكورة لامبروزيني، تمشي لأندريا بيرلو، رايو سفارة. إنزاجي عنده حقوق حصرية مع التسلل، أكثر لاعب يقع في الأوفسايد. طريق تارين فليتشر، فليتشر يمهد كورة لكاريك، ما لقاش نفسه كاريك. دو من الهدفين، تمشي كورة طويلة، ترجع بالراس في فرصة وتسديدة. بينما الكرة الآن وين راني؟ للعمل تسديدة وقال فرصة ضاعت من دارن فليتشر. كان ممكن سيناريو العودة بالمباراة في وقت حساس. كالاتزي في الميدان يلعب طويلة، ما فيش أوفسايد، ينطلق لكن يخرج الحارس. رانكيكس يلعب للجابريل هاينز، هاينز يوزع كرة خطيرة، يلعب على الجناح من رانكيكس، تمشي خطيرة جولدن بوي، فرصة كبيرة، تمشي كرة إنزاجي، رايو صفارة مرة أخرى. أوفسايد كما قلت لكم على بيبو. السرعة والتفوق عددي، ينطلق جابريل هاينز والدفاع. ترجع الكرة للفريق المانشستراوي في كرة أخرى صعبة، اللعبة تصعب وخطيرة. لماذا هذا الكرة؟ لماذا الدبل كيك؟ مش ممكن روني. موسكي يحاول يربح ركنية، ينجح في توزيعه ويخرج، ممتاز. جيلاردينو بينزاجي، إذا يخرج إنزاجي يدخل جيلاردينو. سيدورف شوف التشجيع والتحفيز لزملائه. هاينز عنده كرة، يلعب كرة لوين روني، يستعرض كثير اليوم روني. ريكاردو كاكا في الوسط، الفرصة السار باتي ميلانو. نيرو نيستا يوزع كرة، جيلاردينو كاكا والكرة تخرج. ميلانو بدون ضغوط، تمشي كرة لكارك، كارك هي لتسديدة، ممكن يخرج بالكرة الآن وتسديدة وهدف لركنية، ركنية لكرة جديدة من البرازيلي ريكاردو كاكا. دورف يدخل يوزع خطيرة وكرة تخرج ركنية. بسمعة دفاعه والكرة خطيرة، ترجع من الدفاع مرة أولى. شفنا اللعب على الأطراف، شفنا المهارة. ميلان اليوم بالفعل
في فاول لا، الحكم يعطي ادفانتج وتسديده وكوره اوت من رونالدو، كوره بعيده من كريستيانو رونالدو اعطاهم الادفانتج. الجولدن بوي شوف وحده على الاربعه، شوف هذه اللقطه ممكن يحلوها محللين بعد السفر. 28 دقيقه لعب في الشوط الثاني، ميلان يقترب. راين جيكس الراين وماسي موتو ينطلق الهجوم، الراين جيكس تمشي بالراس صعب على مرتين، كوره جيلاردينو، جيلاردينو خطيره تخرج على اندريا بيلو، يوزع كرة السها بالراس، كرة اوت. كل لاعب لعب مباراة الموسم والعمر بالنسبة له، في خطأ وانذار، أول كارت أصفر أمبروزيني. يانكولوفسكي من اليسار يوزع، ترجع الكرة من فيديتش، دينو ممكن باي باي، ممكن باي باي، باي 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 باي، أديوس تشاو مانشستر، مبروك يا ميلانو، خلاص بالثلاث ميلانو للفاينل، بجدارة ميلانو في الفاينل. باستحقاق ميلانو في أثينا، نعم هو الفريق اللي يثبت نفسه في أوروبا هذا العام، أن تكسب بايرن في الأليانز أرينا، أن تزيح العملاق المانشستراوي، فأنت الأقوى وتستحق. نعم الآن تحددت الملامح ضد الانتصار ميلانو، ما فيش كلام، ميلانو لم يترك لنا الكلام الحقيقة، لكن لن تعود ورقة العبور ثانية للمانشستر يونايتد. لأول هدف ضد الميلان في سانسيرو، ممكن هذا هو الآن، خاصة في البطولتين الكبار الشامبيونز والبريمير ليج. هذا جمهور ميلانو، شوف اللي عمره 60، اللي عمره عام، البنت، المرأة، الشيخ، الولد الرضيع، يقول ميلان 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 هذا المساء. كاكا 1، سيدورف 2، جيلاردينو 3. شيل هدف الكاتيناتشو لإيطاليا، جيكس يهرب الراين، مش ممكن، كان والحقيقة يستحق. مبروك لعشاق وانصاري. الهدف الرابع خطيرة جدا من كافو، كافو يلعب كرة سهلة منتهية، يلعب على هدف، تمشي كرة طويلة والحارس ما تضحكنيش يا رؤوف، لأنه الجماهير والمشاهدين مش يقولوا من الفرح لانتصار ميلانو، واحنا لا هذا ولا ذاك. فريق الميلانيستا تمشي كرة 3-1، سها مش ممكن، سيلعب الميلان النهائي الرابع عشر وسيؤدي ليفربول من أجل الكأس السادسة، بينما هارد ناك لنادي مانشستر. كاكا أراد، سيدورف أكد، جيلاردينو أنهاء بالثلاث وقال لا فاينل إلا مع ميلان. الفاينل، الفينالي، النهائي، الفينال سيكون فيه ميلان وليفربول، سيكون فيه الريدز ضد نادي سانسيرو الروسونيرو. بجدارة ما فيش كلام، الفريقين اللي تعبوا وكبروا في أوروبا هما اللي نجحوا هذا العام، أن تزيح مانشستر وبايرن فأنت رائع، أن تتجاوز تشيلسي والبرسا فأنت كبير. من سيكون الأكبر ليلة 23 مايو؟ هل هو جاتوزو باللقب الجديد السابع؟